مشاهدينا نحييكم من طقس العرب ونستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. في البداية ملخص للأحوال الجوية المتوقعة، نتوقع أن يسود طقس غائم بشكل عام أجواء المملكة، وأيضا هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة، لكن هذه الأمطار بتكون في أماكن محددة ولفترات أيضا محددة، وبشكل عام تستمر الأجواء الباردة تؤثر على المملكة، والشعور بالبرودة بيستمر أيضا خلال الأيام القليلة القادمة. أما صورة الغيوم فبنلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط، معظم هذه الغيوم من النوع العالي والمتوسط، لكن يتخللها بعض الخلايا القليلة الممطرة، وبالتالي ممكن أنه تسبب سقوط بعض الأمطار المتفرقة في بعض الأماكن. لكن صور الهطول بنلاحظ أنه يوم الجمعة صباحا لا تتأثر المملكة بأي نوع من أنواع الهطول، وإذا حدث هطول بيكون خفيف جدا وعلى شكل رذاذ وفي أماكن محدودة، لكن بنلاحظ وجود بعض الهطول في شمال سيناء. أما اعتبارا من مساء يوم الجمعة فبنلاحظ أنه مساء يوم الجمعة بنلاحظ أنه يبدأ الهطول في شمال المملكة وأيضا جنوب لبنان والسواحل البحر الأبيض المتوسط. إذا في هطول راح يكون الهطول تقريبا بشكل واضح مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت في المناطق الشمالية. أما الخرائط الجوية المستلمة والمتوقعة اللي راح تكون وضعية يوم الأحد ويوم الاثنين، فبنلاحظ أنه نتيجة لتدفق هواء بارد لمنطقة شرق البحر المتوسط القادم من وسط وشمال أوروبا باتجاه شرق البحر المتوسط، سيتكون منخفض جوي حول جزيرة قبرص. هذا المنخفض مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤثر على المملكة، فلذلك اعتبارا من يوم الأحد في انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم بإذن الله، لكن مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين تسقط الأمطار بحدث انخفاض واضح، تتكاثر الغيوم، يصبح الجو غائم وتهطل الأمطار ابتداء من المناطق الشمالية تمتد تدريجيا لبقية المناطق لتشمل يوم الاثنين معظم المناطق، ويصبح الجو يوم الاثنين بارد وغائم وماطر على فترات بإذن الله. وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة للأيام القليلة القادمة، يوم الجمعة جو تقريبا بارد نسبي غائم جزئي إلى غائم، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن المحدودة ولفترات زمنية، رغم أنه زي ما احنا شايفين العظمى المتوقعة بحدود 18 درجة والصغرى 9 درجات، أي درجات الحرارة أعلى من معدلها، لكن نشعر أنه الجو بارد نسبي. يوم السبت انخفاض واضح على درجات الحرارة، العظمى بحدود 14، الجو بارد نسبي وغائم جزئي، والصغرى 6 درجات مئوية. لكن يوم الأحد تتكاثر الغيوم، بصبح الجو أيضا بارد نسبي لأن راح يحدث انخفاض آخر على درجات الحرارة، فالجو بارد نسبي وغائم جزئي، وفي المساء تزداد فرصة سقوط الأمطار وليلة الأحد على الاثنين، ويوم الاثنين يصبح الجو بارد وغائم وماطر على فترات بإذن الله. العظمى المتوقعة يوم الأحد 12 والصغرى 7 درجات. يوم الاثنين هو بداية رأس السنة، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى للجميع عام جديد وموفق بإذن الله، وأجواء كويس إن شاء الله، وفي خير وأمطار نتوقعها، وشكرا لكم ولمتابعتكم.